السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبلش نكمل الفانكشنز اللي بتشتغل على السترينج. بلشنا بالفانكشنز والميثودز اللي بتتعامل مع السترينج، وميزنا بين لما احكي فانكشن عن الميثود. إذا بتتذكروا حكينا الفانكشن بكتب اسمه بين أقواس الانبوتس وبعطيني نتيجة، أما الميثود بكتب object dot اسم الميثود بين أقواس الانبوتس. أخذنا مثال على الفانكشن اللي هو لين. لو بدي أوجد طول السترينج بحكي لين بين أقواس اسم المتغير اللي بيمثل السترينج أو قيمة السترينج. لاحظ ما بحط object dot، بقول لين بين أقواس السترينج. أخذنا أمثلة على الميثودز، منها من الأمثلة على الميثودز كان عندنا الأبر، اللور، الفايند، وراح ناخذ كمان مجموعة من الميثود. إذا بتتذكروا الأبر بحط string dot upper والأقواس فاضية، كان ما باخذ input بعطيني قيمة الstring، قيمة الأحرف الموجودة بالstring كلها capital letters. حكينا ما دكتورة مش عامل شير سكرين، مش عامل شير سكرين كيف؟ لا بلا عملي. طيب خلينا نكمل. حكينا اللين، حكينا الأبر. أنا بحكي ما عرضتش اللي بحكيه. الأبر بحكي string dot upper بعطيني capital letters، كله capital letters. هذا طبقناه المرة الماضية بالمرة الماضية. وبس إذا ما سندت للمتغير، يعني ما قلت مثلا st تساوي st dot upper، الاس تي بظل زي ما هو، يعني بس اطلع من هاي الجمله ما بيكون اتغير. اذا بدي اياه يتغير بعمل عمليه اسناد. عندنا الفانكشن لور كمان اس تي دوت لور، لو عملنا لو اس تي تساوي احمد حرف الاي كابيتال والباقي سمول، وجيت قلت له برنت اس تي دوت لور بيطبع لي كل احرف سمول. لو رجعت طبعت اس تي كمان مره بلاقيها زي ما كانت بالاصل. اذا بدي تتغير حكينا باجي بحكي اس تي تساوي اس تي دوت لور، وهكذا. إذا بدي تتغير قيمة المتغير بعمل عملية إسناد. إذا ما عملنا عملية إسناد المتغير ما راح يتغير. وصلنا للميثود فايند. لاحظ الميثود فايند مش فانكشن فايند، أنا بحكي ميثود. وإحنا عرفنا إنه الميثود هو عبارة عن فانكشن، فانكشن بس تابع لكلاس. ليك لما أستخدمه بستخدمه عن طريق الميثود، هو فانكشن تابع لكلاس، لهيك بستخدمه عن طريق اوبجكت، بحكي اوبجكت دوت الميثود، اوبجكت دوت الميثود. الفايند حكينا عنه بستخدمه اوبجكت سترينج دوت فايند بين اقواس سب سترينج. اذا تتذكروا الفايند كلمه فايند معناها ابحث، كلمه فايند معناها ابحث، بعطيه سترينج دوت فايند بين اقواس سب سترينج. شو وظيفته؟ ببحث لي عن سب سترينج داخل سترينج، ببحث عن سب سترينج داخل السترينج اللي اسمه، يعني هون ببحث عن ال داخل قيمه السترينج ماي اندرسكور اس تي ار. وقلنا شو بيرجع الفايند؟ بيرجع الاندكس لاول ظهور للسب سترينج. يعني ال ظهرت مرتين، بس اول مره ظهرت وين؟ ات اندكس 2، هاي كانت القيمه اللي راح ترجع 2. اذا مش موجود بيرجع سالب 1. لاحظ اذا القيمه اللي ببحث عنها مش موجوده، شوفوا هاي اعطيتك مثال هذا السترينج، اخذت string literal g h h g مش متغير dot find بين اقواس a، يعني هل a موجوده بال g h h g؟ اذا موجوده راح يعطيني وين موجوده الاول ظهور لها، اذا مش موجوده هي اعطاني، عملت run شو اعطاني؟ سالب واحد، انها القيمه غير موجوده. شو بعطي اذا القيمه غير موجوده؟ بعطيني سالب واحد. شو يعني سالب واحد هون؟ مش انها موجوده باخر اندكس، لا، هون معنى السالب واحد انها القيمة غير موجودة. لو طبقت، لاحظ احنا اعطانا مثال رمز داخل string. لو طلبت هاي welcome
وجيت دوت. طبعا المكان اللي بستخدم فيه متغير من نوع string بقدر استخدم فيه قيمة من نوع string بنسميها string literal. find will we مثلا موجودة ولا لا؟ موجودة. وين بتبلش؟ at index zero. مش شرط حرف، مقطع. احنا بنحكي بنبحث عن مقطع داخل string اكبر. لو قلت له we small شو بعطيني المفروض؟ لازم يعطيني سالب واحد. شايفين سالب واحد؟ لأنه e small، هاي w e small مش موجودة، موجودة w capital بعدين e small. طب خلينا نكمل chaining methods. بحكينا chaining methods، شو يعني chaining methods؟ إنه ممكن أستدعي أكثر من method بنفس الجملة. شو يعني chaining method؟ إني أستدعي أكثر من method بنفس الجملة. معطينا مثال، لو جيت مثلا بدي اضمن انه هاي تكون موجوده الوي بغض النظر عن حاله الحرف، باجي بقول له ويلكم دوت، شو احكي له؟ دوت لور، القيمه اللي بترجع منها دوت فايند وي. لاحظ ويلكم دوت لور، يعني حولها، اعتبر لي اياها كلها لور، بعدين من القيمه اللور اوجد هل الوي موجوده، وهيك رح يعطيني انها موجوده بالاندكس زيرو، مع انها مش موجوده كانت، بس لانه لاحظ هيها زيرو. شو عمل؟ شو عمل؟ هاي بنسميها تشين. شو يعني تشين؟ سلسله، سلسله استدعاءات بنفس الجمله. استدعيت ويلكم دوت لور، القيمه اللي رجعت من ويلكم دوت لور شو هي؟ اللي هي قيمه ويلكم كل احرفها سمول. بعدين دوت فايند، طبق عليها الفايند، هل موجود فيها الوي؟ موجود. وين الاندكس لأول ظهور للوي؟ موجود at index zero، هاي أعطاني الاندكس zero. نأخذ المثال اللي معطينا إياه، my underscore str equal python rules my str dot upper، بعطيني python rules، هاي my str dot upper dot find o capital. لاحظ دوت أبر يعني خذها كلها كابيتال لترز زي هيك بايثون رولز. دوت فايند او اوجد لي اول ظهور للاو اللي هي 0 1 2 3 4 اعطاني 4. لو ما كنت عامل دوت أبر قلت له ماي اندرسكور اس دي ار دوت فايند او كان اعطاني ايش؟ سالب واحد، لانه الاو كابيتال مش موجوده ببايثون رولز بقيمه الماي اس تي ار، بس انا حولتها لأبر. بعد ما حولتها لأبر بحثت عن عملية الأو، هاي العملية بنسميها chaining method. شو يعني chaining methods؟ إن استدعي أكثر من method بنفس الجملة. في عنا optional arguments. شو يعني optional arguments؟ يعني في عنا بعض الarguments ممكن تكون انحذفت، موجودة وممكن تكون انحذفت، زي لما حكينا range function. range function باخذ start وstop وstep، وممكن أحذف الstart والstep. هذول لما نكون حاذفينهن يعني هذول اوبشنال، يعني اذا حذفتن عادي بس هو بيعتبر في قيمه الها، قيمه تلقائيه. عرفنا شو يعني اوبشنال ارجيومنتس؟ يعني مثلا ممكن الفانكشن يكون باخذ قيمتين بس انا اعطيته قيمه واحده، القيمه الثانيه بيكون الها قيمه اوبشنال، قيمه تلقائيه، بحاله اني حذفت قيمتها وما حطيتها باخذ القيمه التلقائيه. Some methods بحكي لنا have optional arguments. Some methods have optional arguments. If the user، لاحظ شو يعني optional argument. If the user does not provide one of these, a default is assumed. If the user does not provide one of these، يعني إذا اليوزر ما حطش قيمة لهاي الأرجيومنت، شو بفترض؟ بفترض القيمة، باخذ القيمة الافتراضية. متذكرين الرينج حكينا اذا حذفنا الستارت بعتبرها زيرو، هاي يعني الستارت يعني الزيرو هي الديفولت فاليو، القيمه الافتراضيه. اذا حذفت الستيب بعتبرها واحد، هاي الواحد يعني في ديفولت فاليو للستيب، بحيث انه اذا ما اعطيته قيمه باخذ القيمه واحد. وبنفس الطريقه ممكن نتعامل مع الميثودز اللي بتشتغل على السترينجز. فايند بحكي لنا عن الفايند، الفايند ميثود هاز ا ديفولت سكند ارجيومنت. أنا لو عملت find أعطيته بس argument واحد أو input واحد اللي هو substring اللي ببحث عنه. لاحظ لو عملنا find أعطيته substring اللي ببحث عنه،
بس هو باخذ بحكي لنا كمان second argument، يعني ممكن ياخذ second argument، يعني second argument يعني input ثاني. طب هذا شو بيمثل الانبوت الثاني؟ انا كنت احذفه، كان يعتبر انه البحث راح يتم من بدايه السترينج. شو بيمثل الانبوت الثاني؟ اللي هي البدايه اللي بدي ابلش منها البحث. شو الانبوت الثاني بيمثل؟ البدايه اللي راح ابلش منها البحث. طب اذا حذفته بيعتبر اني بدي ابلش البحث من اول السترينج. لاحظ بدي بيعتبر انه بدي ابلش البحث من اول السترينج. معطينا مثال ايه underscore str he had the bath. معطينا a underscore str dot find t. find t معناها دور على t من أول string لآخره. آخره هي موجود at index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. هي موجود أول ظهور له عند الindex 7. فبقال لي a dot underscore str dot find t ابتداء من الثمانية. لاحظ أوجد يا شباب انتبهوا إنه اطفوا الكاميرا أو من التلفون حط لاصق على الكاميرا. تي فاصلة ثمانية، تي فاصلة ثمانية يعني ابحث عن التي ابتداء من الاندكس ثمانية مش من أول السترينج. بالأول بحث من أول السترينج ابتداء من الاندكس ثمانية، يعني من هون من عند الاتش. وين ظهرت؟ ثمانية، تسعة، عشرة، داعش، 12، 13. لحظة أعطاني التي الثاني ليش؟ لأن أنا قلت له ابحث مش من أول السترينج، ابحث من عند الثمانية لآخر السترينج. بحث من عند الثمانية لآخر السترينج، أعطاني التي موجودة في الموقع 13. طبعاً هاي 13، 10، 11، هاي 10، بعدين 11، والأي عند 12، والتي عند وتي عند 13 كان. print a underscore str dot find t زائد واحد، شو نتيجتها هاي؟ dot find t يعني وين أول ظهور للتي من بداية السترينج؟ كنت 7 زائد واحد رح يطبع 8. لاحظ هون زائد واحد، القيمة اللي بدها ترجع من الفايند هي قيمة عدد صحيح اللي هو أول ظهور للتي اللي هو رقم 7 زائد واحد، 8 راح ينطبع عندي الثمانية. في عنا nesting methods. يعني nesting method يعني أستدعي method داخل method، بصير ولا بصيرش؟ قلنا chaining أستدعي أكثر من method بنفس الجملة، method ورا method، زي قلت str dot lower dot find، هذا chaining سلسلة. بحكي لنا nesting إنه أستدعي أكثر من ميثود داخل بعض. You can nest methods that is the result of one method as an argument to another. ممكن أستخدم جملة استدعاء لميثود كأرجومنت لميثود آخر. بصير ولا بصيرش؟ بصير. Remember that parenthetical expressions are done inside out. بحكي لنا إذا في عندي أقواس نتذكر إني بتتنفذ من الداخل للخارج. يعني لو كان عندي nesting ميثود بستدعيها بالداخل وميثود مستدعاه بالخارج، مين بينفذ بالاول؟ الميثود اللي بالداخل، بعدين الميثود اللي استدعيت بالاخر بالخارج. Do the inner then the outer. لاحظ بيعمل الانر بعدين the outer. معطينا مثال a underscore str equal he had the bat. a dot str dot find بدي اوجد ثاني t. لو قلت له لو حكيت بدي أوجد ثاني تي بالسترينج مش أول تي، ثاني تي، لاحظ كيف رح أعمل. عشان أوجد ثاني تي حكيت a underscore str dot find t. t فاصلة ابتداء من وين؟ من a underscore str dot find of t زائد واحد. يعني أوجد أول إشي التي الأولى وين موجودة، زيد على الإندكس واحد، وبلش يبحث عن التي الفايند الثاني، رح يبلش يبحث عن التي كمان مرة بس من بعد النقطة اللي وجدت فيها التي الأولى. هاي find the second t، هاي معناها find the second t. لو رحنا أخذنا مثال
طبعاً أنا بدي أعطيكم أمثلة بس بعدنا ما وصلناش للأشياء المهمة الرئيسية اللي نقدر نأخذ أمثلة نزيد الأمثلة فيها. نشوف سلايد 44 معطينا فيه مجموعة. هسه راح نشوف 44 و45 ذاكرنا موريك بعض الأوبريشنز. هسه راح نروح على البرمجية ونشوف كيف ممكن تطلع هاي الفايند، هيها سب ستارت وإند كمان، يعني ممكن تأخذ أرجمنت ثالث للفايند مش بس السب سترينج والستارت. والستارت إذا حذفته تلقائيا يعتبر بداية السترينج، والإند والإند إذا حذفته تلقائيا يعتبر نهاية السترينج. يعني ممكن حتى أحدد له إنه ابحث لي عن التي مثلا من الثلاثة إلى الأربعة، من الثلاثة للخمسة، من رينج معين، مش شرط أخليه يكمل لآخر السترينج. نشوف بعض الفانكشنز. إحنا هنا بالميثودز مش مطلوبة كلها، مطلوب بعضها. في عنا عدد كبير من الميثودز اللي بتشتغل على السترينج، عدد كبير. إحنا مطلوب منا بعض مجموعة من هاي الميثودز. نشوف شو المجموعة المطلوبة منا. عرفنا اللور والأبر طبعاً والفايند واللين، هذول عرفناهن، فايند، أبر، لور، لين، هذول عارفينهن. نشوف الباقيات اللي إحنا مطلوبات منا. في عنا كابيتالايز، في عنا كابيتالايز. الكابيتالايز هذا فانكشن بعطيه string، بعطيني إياه أول حرف في كابيتال، أول حرف في كابيتال. شو يعني أول حرف؟ يعني على شكل جملة. الجملة عادة كل أحرفها كابيتال؟ لا، بس بدايتها بتكون كابيتال. يعني لو كانت كلها small نشوف كيف. يعني هاي مثلا بدي أروح أكتب جملة، هاي S يساوي welcome to Python. programming language. لو جيت بدي اطبع الكابيتالايز، هاي print s dot capitalize. طبعا هو بعطيك اياها، هيها كابيتالايز، بعطيك اياها بيساعدك وانت تكتب. مجرد ما تقول له دوت بعطيك قائمة بالأشياء الموجودة. كتبت سي بعطيك قائمة بالأشياء اللي بحرف السي، وهكذا. هذا بيساعدني، البرمجية بتساعدني وأنا أكتب. لاحظ كابيتالايز كيف أعطاني العبارة؟ حرف الإي بس بدايته ويلكم، حرف الإي صارت كابيتال، ويلكم تو بايثون بروجرامينج لانجويج. فهمنا شو يعني كابيتالايز؟ كابيتالايز يعني بعملها على شكل جملة، الجملة أول حرف فيها فقط بيكون كابيتال. يعني كابيتالايز. طب لو كان فيها أحرف أخرى كابيتال، خلينا نجرب. لو كانت بي معمولة هيك مثلا كابيتال، شو رح يعمل؟ لاحظ لو فيها أشياء أخرى كابيتال، لا، بخلي كل شيء سمول ما عدا أول حرف كابيتال. شو بعمل الكابيتالايز؟ بخلي كل الجملة سمول، كل قيمة السترينج سمول ما عدا أول حرف فيها كابيتال. اتفقنا شو بعمل كابيتالايز؟ طبعا انا ما اتغير، لو رجعت طبعت السترينج زي ما هو بيطلع لي اياه زي ما هو، لاني ما اسندت. اذا بدي اسند بقول s تساوي s dot capitalize. اذا عملت عمليه اسناد بيكون السترينج تغير. اذا ما عملت عمليه اسناد، هاي ركزنا لكم عليها، بيكون السترينج الاصلي. لو رجعت طبعت s بلاقيه زي ما كان، كل احرفه small. نشوف فانكشن اخر من الفانكشنز الموجوده، ميثودز الموجوده. طبعا ميثود هذا كوني قلت s dot، إذا ميثود بحكي عنه مش فانكشن. الفانكشن الثاني اللي هو count. count الميثود الثاني count. count من اسمه اللي وظيفته يعطيني عدد تكرار substring داخل string أكبر. تكرار بعدلي كم مرة تكرر. يعني هون لو بدعت كم فراغ، لو بدعت كم كلمة، شو بعمل؟ لو قلت لك عدلي كم كلمة، هاي the number of words in S يساوي كم عدد الكلمات. شو بعد عشان أعرف عدد الكلمات؟ بعد الفراغات. طب كيف أكتب S dot count؟ S dot count، لاحظ S dot count المفروض أعد شو؟ المفروض أحط الإشي اللي بدي أعده. أنا شو بدي أعد؟ بدي أعد الفراغ.
طبعاً as dot count إذا عديت الفراغات ما بعطيني عدد الكلمات، يعني لو كان كلمتين الكلمتين بيناتهم فراغ، يعني لازم إذا كانت ثلاث كلمات بيناتهم فراغين، عدد الفراغات زائد واحد بعطيني عدد الكلمات. شوفوا شو أعطاني، the number of words in S is يساوي 5. Welcome to Python programming language. كم كلمة؟ 5 كلمات. ممكن أعد مثلاً كم مرة تكرر حرف الـ P. print s dot count. count شو بعمل؟ بعد كم مرة تكرر string معين، هاي P، حرف الـ P تكرر 1 2 program 2، حيعطيني 2، حيعطاني 2. حرف الأم مثلا لو بدي أعد كم مرة تكرر، الأم تكرر 3 مرات، هاي ويلكم فيها أم، وأم أم بروجرامينج. طيب لو بدي مقطع، مش شرط أبحث عن أعد كم مرة تكرر حرف، لو قلت CO مقطع، كم مرة تكرر CO بالأس؟ كرر مرة واحدة، نشوف هاي أعطاني 1، إنه CO كررت كم مرة. يعني أنا شو بعطي للكاونت؟ بعطيه سبسترينج وبدي يعد لي كم مرة تكرر داخل السترينج الأصلي. بقول string dot count بين أقواس substring، راح تشوف صيغتها string dot count، بعطيك string literal أو string variable dot count بين أقواس substring، بين أقواس substring بيعد لي كم مرة تكرر هذا substring، ممكن يكون حرف أو أكثر، مش شرط يكون حرف substring، حرف أو أكثر، بيشوف لي كم مرة تكرر. لو قلت له C capital CO وحملت واحدة فيهن capital، شو رأيك تكررت السي او هاي؟ لا ما ظهرت بالويلكم تو بايثون، المفروض يعطيني زيرو. اذا ما ظهر هاي شو بعطيني؟ اذا مش موجود شو بعطيني؟ صفر. الكاونت بعطيني العداد صفر، اذا موجود بيعد لي كم مره تكرر. عرفنا لحد الان الكاونت والفاين والابر واللور واللين والكابيتالايز. كابيتالايز كاونت لين لور ابر فاين. نشوف الباقيات. is digit من اسمه is digit. is digit هذا function بعطيني true or false. true إذا كانت القيمة تعتبر digit، false otherwise. نشوف ال is digit، بعطيه string مثلا، لو قلت له as هاي print as dot is digit، شو رأيكم؟ شوف الـ function is digit مرة ثانية صيغته. هي is digit أعطاني كمان، أعطاني إنه هو function false. as is digit as welcome to Python، هل هي digit؟ أكيد لا. طب لو قلت له print 5 3 dot is digit، شو لازم يعطيني؟ لازم يعطيني true. إنها طب لو قلنا 34 is digit true، يعني إذا أعطيته عدد صحيح، إذا أعطيناه عدد صحيح شو بعمل لي؟ بعطيني true. طيب لو أعطيته عدد حقيقي هاي زي هيك، قلت له is digit، شو أعطاني؟ false. يعني متى بعطيك is digit؟ متى is digit بعطيني true؟ إذا كان الرقم عدد صحيح، مش شرط خانة واحدة، لو كان أكثر من خانة المهم عدد صحيح. إذا كان عدد حقيقي أو string عادي أو بيحتوي على رموز أخرى غير العدد الصحيح، string بعطيني false. عرفنا شو هو is digit؟ طيب هو تقريبا نفس is numeric، في عنا function is numeric، is numeric نفس الإشي. is numeric نروح نجرب is numeric. is numeric بيشتغل على نفس المبدأ، هاي print is numeric، طبعا لأني ما حطيت الأوبجكت لاحظ ما ساعدني،
هيو as dot is a numeric إذا كتبته صح هيعطاني false. طب خلينا نشيل s ونحط بدلها قيم ونشوف متى dot is numeric أقواس. طبعا ضل يشتغل غلط لأني هاي is numeric 345 بعطين عليها true. شايفين؟ طب لو حطيت عدد حقيقي 0.7 شو بعطيك؟ بعطيك false. يعني كمان is numeric بعطيك true إذا كان السترينج عبارة عن عدد صحيح وفولس أذروايز، سواء عدد حقيقي لو حطيت فيه دوت وعملته مع إنه رقم المفروض يعطيني، بس هو هيك بيشتغل. is numeric و is digit تقريبا زي بعض، تقريبا بدناش نحكي إنهم زي بعض بس إنه تقريبا زي بعض. وكان إذا كان السترينج احتوى على أرقام مع رموز أخرى بعطيني مباشرة فولس. إذا كان السترينج بس أرقام صحيحة فقط بعطيني ترو. إذا كان احتوى على حتى لو احتوى على الدوت الفاصلة العشرية وعلى أرقام أخرى بيعتبره فولس. فهمنا إز ديجيت وإز نيوماريك. نشوف كمان الإنس وذ والستارتس وذ. إنس وذ وستارتس وذ. إنس وذ السترينج هل ينتهي به كذا؟ كمان بعطي ترو فولس. ستارت وذ السترينج هل يبدأ به كذا بسب سترينج آخر؟ وكمان نتيجته ترو أور فولس. نشوف كيف بدي أعمل. هاي برنت مثلا s dot start start with start with we. هل يبدأ بوي؟ هاي الاس تبدأ بوي المفروض يعطيني true. أنا حطيت starts with starts with في s هون لأن ما كتبناها، حكينا إنه مش موجود هذا الفانكشن start with starts with starts with. شايفين شو أعطاني true إنها تبدأ. لو قلت له we capital w capital شو بعطيني؟ بعطيني false لأن هي s شو بتبلش we small. هاي أعطاني false. لو حكيت له بتبلش هل تبدأ w e l شو بعطيني؟ false لأنه هي بتبلش ب W E L بس مش capital small. لو أعطيته W لحالها W small هل تبدأ ب W small؟ هيو تبدأ ب W small أعطاني true. حرف أو أكثر مقطع بداية string إذا بلش فيه بحط string dot start with substring. إذا بلش بالسبسترينج هذا قد ما يكون طول السبسترينج بدك تنتبه. يعني لو قلت لك بيبدأ بويلكم بس انتبه على حالة الحرف بتقول لي ترو. يبدأ بويل بدي انتبه على حالة الحرف ترو. بس لو غيرت بحالة الحرف بعطيني مباشرة فولس. عكست حالة الحرف رح يعطينا فولس. نفس الإشي الانت ويل. يعني مثلا اس بحكي له برنت اس دوت انت ويل. لاحظ كمان ممكن هو ما باخذ بس متغير argument واحد، باخذ اكثر من argument. يعني ممكن اشوف من الى start with. هو اذا حذفت المن والى start والend بيعتبرها من بدايه السترينج لاخره. هسه راح اوريك ينتهي ب GE. هل ينتهي ب GE؟ هي ينتهي ب GE المفروض يعطيني true. هل ينتهي ب AGE؟ age هاي آخره age. إذن المفروض يعطيني true. لو غيرت بحالة الحرف بدي أنتبه. هل ينتهي ب language؟ ينتهي ب. فهمنا starts with و ends with. ends ننساش الأس. ends with و starts with. طلع لنا function رئيسي اللي هو split. split كمان مطلوب. split بقسم العبارة لمجموعة من list مكونة من مجموعة من الأشياء رح نشوفها. أحكي لكم عن السبلت
قبل ما نحكي عن السبلت، قبل ما نحكي عن الايترابل، عشان المرة الجاية رح ناخذ مثال عملي على هذا الشغل. ناس نطبق أشياء بسيطة، بس السبلت نفسها، الشغلة نفسها، بس ما حلينا سؤال كامل اللي يشتغل على، بدنا نحل سؤالين ثلاث المرة الجاية إن شاء الله على السترينج شغل كامل. نشوف أول إشي السبلت. السبلت شو وظيفته؟ باجي مثلا السبلت بيقسم السبلت بيقسم السترينج لمجموعة أجزاء، معناه تقسيم بناء على إشي معين، بعطيني النتيجة على شكل ليست مكونة من مجموعة من العناصر. لو جيت قلت له L تساوي S dot split بأقواس، طبعا السبلت باخذ بناء على إيش أنت بتقسم. إذا ما أعطيته على إيش بتقسم، بقسم بناء على الفراغ. لاحظ، إذا حطيت الأقواس فاضية وما حددت بناء على إيش بدي أقسم، بقسم بناء على إيش؟ الفراغ. لو هسا طبعت لك L بتلاقيها عبارة عن list مكونة من مجموعة الكلمات الموجودة بالS. أوريك L شو هي. لاحظ، عبارة عن list فيها كلمة الأولى welcome، الثانية to عنصر ثاني، الثالثة python programming language. فهمنا السبلت شو بتعطيني؟ بتعطيني list بتقسم بناء على المطلوب. طب أنا ما حطيتش بناء على إيش بدي أقسم، بقسم تلقائياً على الفراغ، أو بحكي له بدي أقسم بناء على الفراغ إذا بدي أشتغل هيك. يعني هيك بقسم بناء على الفراغ، ولو حذفت الفراغ كمان نفس الإشي. شوفوا لو حطيت فواصل بالسترينج، هاي في عندي فاصلة، فاصلة فراغ، فاصلة فراغ، وجيت بدي أقسم بناء على الفواصل، هاي فاصلة، هاي فاصلة، باجي بحكي له أنا بدي أقسم بناء على الفاصلة مع الفراغ مثلا، لأنه في فاصلة وفراغ. لاحظ أعطاني نفس النتيجة. ليش؟ لأن أنا قسمت بناء على الفاصلة والفراغ، أخذ اللي قبلها Welcome to Python Programming. طيب لو بدي أطبع قيمة من الليست، تعلمنا for كل element in collection، for element in L، أنا لما طبعت L كلها طبع لي إياها كليست. لو بدي أطبع كلمة من هالسترينج، بحكي for element in L print element، اطبع لي عنصر. شوف كيف رح يطبع كل كلمة لحال، هاي قسمها لكلمات، قسم السترينج لمجموعة كلمات خزنوا بليست، بعدين الليست أخذت عنصر من عناصرها وطبعتها. ولاحظ عناصر الليست شو كانت؟ عبارة عن كلمات. طبع لي كل كلمة بسطر لحاله. زي نفس الإشي، ممكن نفس الكلمة أرد شو أعمل فيها؟ أطبعها حرف حرف، أطبع حرف حرف، بقدر أحصل على حرف حرف من string. for character in، وين الكلمة؟ سميتها el nested loop. لو بدي أطبع أوريكم كيف رح يطبع لي حرف حرف فيها من كل كلمة، هاي print ch فاصلة n يساوي، بدي أطبع بينات فراغات، وبس يكمل كل كلمة بينات فراغات بدي ينزل سطر جديد. شوفوا كيف طبعهن، شفتوا كيف؟ احنا بعدنا ما بلشنا نشتغل على string، حكينا عن الoperations، بس نكمل وأعطيكم أسئلة عن string. نشوف الiteration. iteration حكينا إنه string هو عبارة عن collection object أو sequence object، اللي هو مكون من مجموعة أشياء بنقدر نتعامل معه على شكل عن طريق loop وحصل على عناصر هذا الobject. iteration draw a sequence. To date we have seen the while loop as a way to iterate over a group of Python statements. We briefly touched on the four statements for iteration such as the element of a list or a string. حكينا تعلمنا الوايل كيف بقدر اتعامل معها، وتعلمنا مع الفور كيف اتعامل معها عن طريق الرينج فانكشن، وكيف اتعامل معها للتعامل مع سيكونسز كوليكشن، فور اليمنت ان كوليكشن، فور ايتم ان سيكونس، نفذ مجموعه جمل. وي يوز ذا فور ستيتمنت تو بروسيس ايتش اليمنت اوف ا ليست وان اليمنت ات ا تايم.
باستخدام for item in sequence suite. زي قبل شوي هاي المثال أخذت عنصر من الليست، بعدين أخذت عنصر من الكلمة اللي أخذتها اللي هي الإليمنت. صرت أخذ عنصر حرف حرف وأطبعه وبيناته فراغ، وبس يكمل أطبع سطر جديد. رد بأخذ الكلمة الثانية اللي بالليست بعد ما عملت split. طبعاً split رح نشرحها بتفصيل أكثر. نكمل، بس اهتمام كنتوا صفر ما شاء الله، يعني من الحضور راح أشوف الواجب اللي حليتوه نصكو سلم والنص الثاني ما لهوش علاقة كمان الواجب. What for means؟ شو بنعني بالفور؟ حكالي my str equal abc، جيت حكيت له for char in abc print char. شو معناها هاي؟ حكينا بأن معناها انه راح ياخذ بالدورة الأولى العنصر الأول من السترينج اللي هو حرف ال A، راح يسنده للتشار، يعني التشار راح يصير قيمته A ويطبعه. بالدورة الثانية باخذ العنصر الثاني next element إذا بتذكروا اللي هو B، بعدين بطبعه. الدورة الثالثة باخذ next element اللي هو C بطبعه، بعدين آخر إشي بس يخلص الكوليكشن كامل بتوقف الدوران، تاخذ عنصر عنصر لحد ما يخلص الدوران. First time draw char تساوي A بحكي لنا، أول مرة الكاراكتر رح يكون A اللي هو الماي underscore str sub zero، بالمرة الثانية B، بالمرة الثالثة C، طبعا بدون ما يرجع للإندكسينج. هاي الطريقة ما برجع للإندكسينج، بضل يأخذ عنصر عنصر لحد ما يخلص الكوليكشن. في طريقة ثانية رح نتعامل عن طريق الإندكس، أعمل لوب يستخدم الإندكس ويأخذ عنصر عنصر من السترينج او من الليست او من اي شيء بدي اياه عن طريق الاندكس، بس احنا بطريقتنا هاي ابسط. لاحظ الطريقه اللي احنا بنتعامل معها هي طريقه ابسط. طبعا ضل شوي بس 1 مينت راح نكمل هذا السلايد واحكي لكم يعطيكم العافيه. No more sequence left for ints بحكي لنا بس يكمل كل السيكونس راح يوقف مباشره الفور ويخرج منها. Power of the for statement sequence iteration as provided by the for state is very powerful and very useful in Python. طريقتنا هاي بحكي لنا بخلي لغة بايثون طريقة فعالة كثيرة مفيدة كثيرة. Allows you to write some very short programs. وهذا بخلينا نكتب برامج صغيرة وسهلة. التعامل بهاي الطريقة سهل. المرة الجاية بنكمل من طريقة الاندكسينج وبناخذ أمثلة إن شاء الله. يعطيكم العافية. نعم دكتور لو سمحتي ممكن تنزلي لنا التشابتر تبعت السترينج؟ مش نازل التشابتر نفسه السلايدات؟ لا لا مش